السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في الفيديو هذا راح ندير حوصلة أسبوعية في اللغة تاع الأسبوع الأول للسنة الثانية ابتدائي. التمرين الأول قال لهم أربط كل حرف بالكلمة التي تحتويه، حرف الباء، حرف الميم، حرف الشين وحرف التاء. معلم، طبيب، تاجر، شرطي. هنا حرف الباء هل موجود هنا؟ ماشي موجود. هل موجود هنا؟ نعم موجود. إذا نربطه، هنا موجود؟ لا لا. هنا موجود؟ لا لا. نفس الشيء بالنسبة لحرف الميم، ميم نربطها مع معلم لأنها موجودة، طبيب ماشي موجودة، تاجر لا لا، شرطي ماشي موجودة. الآن ننتقل إلى حرف الشين. حرف الشين كاين في معلم؟ لا لا. طبيب؟ لا لا. تاجر؟ لا لا. شرطي؟ نعم موجودة. الآن حرف التاء. معلم ماشي موجودة، طبيب ماشي موجودة، تاجر نعم نربطها مع تاجر، شرطي ماشي موجودة، إذا لا نربطها معها. الآن التمرين الثاني قالوا لهم حوط على حرف المد في الكلمات الآتية. شكون هي وشنو هي المدود اللي نعرفها حنايا؟ عندنا ثلاثة أنواع. عندنا المد بالألف إذا سبق، إذا الحرف الذي سبقه كان فوقه فتحة. عندنا المد بالواو إذا كان قبله الحرف مضموم. وعندنا المد بالياء إذا كان حرف الذي قبله مكسور. صح، يعني الألف الياء والواو. هنايا هاتف، هاوليك المد في الألف، مد بالألف لأن فوق لها كاين فتحة. إذا نحوط على ها. عصير، شوفوا هنايا كاين كسرة، إذا المد تاعها يكون ياء. ونحوط على صي. حليب، هنا كسرة، إذا لي. طبشورا ضمة، إذا شو. شو هاوليك المد. كراس، هنا هي فتحة، إذا المد يكون بالألف، إذا نحوط را. هنايا التمرين الثالث عكس هذا التمرين، قال لهم اكتب حرف المد الناقص. ثع، مدت لهم با نقطة، نون. نون هنا واش عندنا؟ عندنا فتحة، إذا نقولوا ثعبان. هنايا خروف لأن كاين ضمة. ص، ضيق، زدنا الياء لأن قبلها كسرة. خزانة، زدنا المد بالألف لأن قبلها فتحة. هنا نكونوا كملنا درس تاع المدود. الآن نمر إلى الضمائر وتصريف الأفعال. قلنا ضع ضمير مناسب أنا، نحن، هو، هي، أنت، أنتي في الفراغات. وش عندنا؟ عندنا ضمائر. وش عندنا في الضمائر؟ عندنا المتكلم، المخاطب، والغائب. شكون هي المتكلم؟ كاين أنا، يعيطوا لها ضمائر منفصلة. كاين أنا، نحن، أنت، أنتي، أنتما، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هما، هم، وهن. الآن كيفاش نفرقوا بين الفعل الماضي وفعل المضارع؟ الفعل المضارع يكون دائما يبدأ عندنا الحروف الآتية: الألف، النون، الياء، التاء. إذا ما كانتش الألف، إذا ما كانتش النون، إذا ما كانتش الياء، إذا ما كانتش التاء، فهو فعل ماضي. يلا نبدأ مع بعض. نشربه، نشربه يبدأ بحرف النون، إذا هو في المضارع. شكون نقولوا نشربه؟ لمن شبه؟ شبه نحن، إذا نقولوا نحن نشربه. أشربه بدأ بالألف، إذا هو في المضارع. شكون هو الضمير اللي يبدأ بالألف؟ أنا، أنا أشربه. نلعب، نحن نلعب. ألعب، أنا ألعب. يلعب، هو يلعب. هو يغرز شجيرة. أنت تجمع الأزهار. أنت درست. هنا راهي في الماضي، ما كان لا ألف لا نون لا ياء لا تاء، إذا الفعل راهو في الماضي. درست، أنت درست، أنت تلعب. وفي التمرين الخامس قلت لهم اكتبوا بخط واضح: سفينة، القسم نظيف. نخلي بليدك ولا بنتك يكملوا يعودوا يكتبوهم بشكل جميل وواضح ويتفاداو يخبشوا ويحترموا
الدرجات، الا شتوه ما كتبوش مليح يعاودوا يكرروهم غير وينكتبوهم مليح. الان نمروا الى دراسه النص. ساحة المدرسة مكتظة بالتلاميذ، واش معناتها؟ معناتها ساحة المدرسة راهي معمرة بالتلاميذ. الحركة في كل مكان، كانوا التلاميذ يتحركوا في كل بلاصة كانوا يبوجيو. هذا يسلم على رفاقه وذاك يقصه، واش معناتها يقصه؟ معناتها يروي حكايات العطلة الصيفية، وآخر يبحث عن أصدقائه، يعني يحوس على الأصدقاء تاعو. أنا قال لك هات عنوان مناسب للنص. هنايا النص على ماذا يتكون؟ في أغلبية الوقت تصيبوها في المقدمة. هنا النص يتكلم على ساحة المدرسة، إذا واش نقولوا؟ في ساحة المدرسة، ولا نقولوا في المدرسة، كيف كلتا الإجابتين صحيحتين. اثنين، أربط كل كلمة بمرادفها. مكتظة، مرادف معناتها الشرح ديالها. مكتظة هل هي تساوي فارغة أم تساوي مليئة؟ هي تساوي مليئة. شتو في النصوص تاعهم اللي يقراو من القراءة هادوك اللي في الإطار اللغز، هادوك وما شرح المفردات لازم يحفظوهم، ما كاش ما فيها حتى نقاش، لازم ينحفظوا باسكو يطيحوا منهم في الاختبارات. يقص يساوي يحكي ولا يساوي يبكي؟ حنا واش قلنا؟ يقص، قلنا يروي، إذا يساوي يحكي. هنا السؤال قالهم كيف كانت ساحة المدرسة؟ سهيلك، ساحة المدرسة مكتظة بالتلاميذ، إذا الإجابة تكون كانت مكتظة بالتلاميذ، ولا يقولوا كانت الساحة مكتظة بالتلاميذ. لهنا رابعا، استخرج من النص كلمة فيها حرف التاء، يخرجوها من النص. ساحة حرف الطاء، العطلة لام القمرية يعني ما تكونش فيها شدة، المدرسية هاي الكلمة ما فيها الشدة. اللام الشمسية تكون فيها شدة، هاي لك الصيفية. التمرين الخامس، أكمل بما يناسب. أنت، نقولوا أنت لعبت بالكرة، هما عطالهم أنت لعبت، أنا عفوا مديت لهم أنت لعبت بالكرة، لهنا عطينا لهم فراغات ويكملوا يكتبوها كما هذه الجملة. واش نقولوا؟ أنت هنايا لعبت، هل فيه الألف؟ لا لا. فيه النا؟ لا. فيه الياء؟ لا. فيه التاء؟ لا. إذا هو فعل في الماضي، إذا نعاودو نكتبوه كما راهو مبدي، يعني يبدو بنفس الطريقة. أنت لاعب، باش تخلص أنت بتي، إذا أنت لعبتي بالكرة. أنتم لعبتم بالكرة، يعني ماشي مشكل. هادو يا اليوم راني درت لكم خلاصه، والمره القادمه عفوا بديت لكم تمارين، المره الجايه ان شاء الله ندير لكم فيديوهات تاع تصريف الافعال في الماضي والمضارع مع انواع الضمائر المنفصله، نعاودوهم مفصل الدرس ان شاء الله. هنايا طالهم ترتيب الكلمات، التلاميذ العالمي اصطفى ساريتي امامه، هنا عاود جبت الكلمات اللي موجودين في كتابهم تاع الانشطه. الان واش نقولوا؟ الجمله باش تبدا بالفعل، الفعل هو اصطفى. شكون اللي اصطفى؟ التلاميذ. اين اصطفى التلاميذ؟ اصطفى التلاميذ امام ساريتي العالمي، ويعودوا يكتبوها في الورقه تاعهم. الان نمروا الى الجزء الخاص بالرياضيات. التمرين الاول قال لهم اكتب العدد المناسب داخل الخانه. حنا واش قلنا في الفيديوهات السابقه؟ قلنا كي يكون عندنا عدد بزاف تاع الاشياء نحسبوهم، كل ما نحسبو كل ما نديرو 10 نديرو عليهم دائره. هاي ديك هنا كاين 10، هنا 10، هنا ما صابش 10. اذا شحال عندنا من 10؟ عندنا زوج. 10 زائد 10 يساوي 20. 20 وهنا كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9، كاين 9. 20 زائد 9 تساوي 29. هنا نفس الشيء، كل ما نصيبوا 10 نحوطوا عليهم، اذا هنا 10 وهنا 5 مجموعهم يساوي 15. الان اكتب الاعداد بالحروف والارقام. 17 16 25
30. هنا في هذا التمرين ننصحكم ما تقراوش الاعداد لاولادكم، خلوهم قول لهم كتبوا هاد الاعداد بالحروف وبالارقام وخلوهم يكتبوا وحدهم. 10، 8، 31، 13. يعني لازم وليدك ولا بنتك يكونوا يعرفوا يكتبوا الاعداد ويرتبوهم من الصفر الى 69. هنا في التمرين الثالث واش قالوا لهم؟ يحسبوا عمليه الجمع. 20 + 10 هي 30، 0 + 0 0، 2 + 1 3. المهم يحسبوا افقيا. 10 + 10 يساوي 20، 26 + 4 يساوي 30، 29 - 4 يساوي 25. في التمرين الرابع عطيت لهم مسألة: وصل أحمد إلى المدرسة ومعه 17 كرية، ربح في استراحة الصباح 6 كريات، كم صار عند أحمد من كرية الآن؟ هنا علموا لولادكم يرسموا المسألة. يعني صباح شحال كان عنده؟ كان عنده 17 نفوس. ايا ومدى لعب خرجوا الاستراحه ياك باش ياكلوا الكوتي، زاد لعب ربح 6، ربح 6 صافي. شحال ولاو عنده؟ ولات عنده 17 زاد ربح 6، اذا عمليه الزائد وتساوي 23. صار عند احمد 23 كريه. الان نمر الى الاسبوع الثاني تاع الرياضيات. واش عندنا؟ عندنا لاحظ الوان الاشكال واكمل الجدول. هنا الجدول مديتو لهم فارغ، اشكال ملونه. هنايا مربع وردي شحال عندنا؟ عندنا 6. شحال عندنا مربع بني؟ عندنا 1. شحال عندنا مربع بنفسجي؟ عندنا 3. نكتبو على الجدول، يعني يشوفوا وينقلوا على الجدول. دائره غوز شحال عندنا؟ عندنا 4، هايديك 4. شحال عندنا بني؟ عندنا 10، هايديك 10. فيولي عندنا 5، هايديك 5. مثلث غوز 1، بني 2، بنفسجي 7. يعني يشوفوا وينقلوا في الجدول. الان تمرين ثاني: ارسم كرة حمراء على يمين سلمى وكرة خضراء على يمين، ماشي يسار، عفوا، لهنايا كيفاش يعرف باللي اليمين؟ هايدك يحمد لها كيشغل راح يخمس معاها، يخمس معاها باليمنى. اذا في الجهه اليمنى نديرو الكرة حمراء، وفي الجهه اليسرى اللي ما نخمسوش بها نديرو كرة خضراء. بعد هنايا في التمرين الثالث قلت لهم اكمل الشريط العددي، عطيت لهم 18 و19 وخليتهم يكتبوا 16 17 18 19 20 21 22 23. والعدد الذي يليه هو 24. هنا في هذا التمرين قلت لهم رتب الأعداد ترتيبا تصاعديا: 16 - 3 - 12 - 16 - 20 - 22. يعني رتبوه من الأصغر إلى الأكبر: 16 - 12 - 16 - 20 - 22. هنا التمرين الخامس: العدد الذي يسبق 25 هو 24، العدد 18 يليه العدد 19، يعني اللي يجي موراه شكون هو؟ هو 19. العدد الذي يسبق 45 هو 44، العدد 21 يسبق العدد 22، العدد 7 يسبق 8. ولا هنا في التمرين السادس قال لهم قارن باستعمال احد العلامات اصغر ولا اكبر. 26 عفوا، نقرا دائما من اليسار الى اليمين. 29 اكبر من 26، 15 كبيره على 11، 13 أصغر من 17، 10 أصغر من 20، 12 أصغر من 15، 26 أكبر من 16، 29 أكبر من 12، 27 أكبر من 20. وهنا في التمرين الأخير عطيت لهم عملية الجمع أفقية: 15 + 13، 5 + 3 8، 1 + 1 يساوي 2 تساوي 28، 26 + 13، 6 + 3 9، 2 + 1 3، إذا النتيجة 39، 25 + 14، 5 + 4 9، 2 + 1 3، والنتيجة النهائية هي 39. هنا أنا وصلنا للنهاية تاع
مراجعة تاع الحوصلة الأسبوعية للسنة الثانية. إن شاء الله يكون إعجابكم، وقد نقول لكم مع السلامة إلى فرصة قادمة إن شاء الله. مع السلامة.